استغلالا لوجود الطبيب والإعلامي والمدرس دكتور إبراهيم الكرداني، فاحنا هندي حصة صغيرة قوي للناس اللي في ثانوية عامة. احنا جبنا له مقطع من باراجراف او من فقرة في امتحانات سابقة ثانوية عامة عشان يشرحها لنا بطريقته اللي كان طلبة التسعينيات بيفهموها جدا وبيستوعبوها جدا، وبشكره ان هو قبل ان احنا نعمل التجربة دي مع الطلبة اللي السنة دي داخلين ثانوية عامة. خلينا نشوف مع دكتور إبراهيم الكرداني. My dear Sanawaya Amma friends, welcome once more to your English program. We are having our final revision for Sanawaya Amma. Are we ready to go? This is a paragraph. كويس؟ كتير منكم جدا بيفكروا في المحافظة على جسمهم، ازاي ما يسمنوش. احنا بنتكلم النهاردة about ways of losing weight. Ways of losing weight. الطرق اللي احنا ممكن نخس بيها. نقولها كمان كده ways of losing weight. Losing weight. Many people look forward to ways of losing weight. But natural weight loss is something that experts recommend. الخبراء بيقولوا لنا ايه؟ Experts recommend. Recommend. بيطرحوا علينا ايه؟ بيقولوا لنا ايه؟ بيوجهونا ازاي؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ بيرشحوا لنا ايه؟ قولوا ورايا كلكم كلمه نسمعها منكم كده ريكومند. ريكومند. كويس؟ طيب ففهمنا. واكسبرتس؟ اكسبرتس؟ الخبراء. اكسبرتس. فولوينج ا هيلثي دايت. فولوينج ا هيلثي دايت. انا قلت هيلثي ازاي؟ حط لسانك بين سنانك. ذا مش عايز اسمع منكم ابدا هلزي. هيلثي اللسان بين السنان. اوكي؟ هيلثي دايت يعني ان احنا هناكل اكل صحي. هيلثي دايت. اند دوينج ريجولار اكسرسايزز. ريجولار اللي هو بمواظبه على طول. بيبل براي ريجولارلي. بيصلوا باستمرار. استمراريه. But you have to have regular exercises. Okay? بس exercise دي بيحطوها لنا في سياق تاني. يقول لك التدريب. مظبوط. ده حقيقي. الاكسرسايز ممكن تستخدمه في الاثنين. اكسرسايز اللي هو تلعب الرياضة. كويس؟ واكسرسايز do the following exercise. اعمل اللي انا هديه لك ده، يعني التجربة دي امشي عليها وصلح الاكسرسايز ده. Okay? But you have two things.